أهلا بكم جميعا في هذه المحطة الثالثة من الرحلة بتاعتنا النهاردة، رحلة طويلة اللي غطينا فيها حاجات كتير قوي. بدأت بمن أين أتى الكمبيوتر وإلى أين يذهب، ثم البحث عن الذكاء الصناعي، والآن هنتكلم على الإنسان والروبوت والمستقبل. الهي انا عايز اقول طبعا لان الموضوع كان دسم وكان مهم ان يعني برضو ان الجميع يشوف الاجزاء المختلفه عشان يقدر اللي عايز يقول سؤال يقدر يساله، وعشان نقدر ناخد الاسئله بطريقه منظمه. فانا طلبنا من زملائهم يعملوا زي ما بنعمل في العديد من اللقاءات الكبيره، ان احنا بنوزع أوراق عليكم، واللي عايز ورق ونبي يرفع إيده. وفي ناس محمد سماك، في ناس هنا شوفوا وصل لهم ورق هناك، اللي عايز ورق وصل لهم ورق، هيكتبوا الحاجات دي وبعدين هنجمع الأسئلة. وأرجو إن كل واحد يكتب اسمه ولو ممكن عنوانه أو تليفون أو إيميل أو حاجة، لأن هنحاول نرد على الأسئلة. بس طبعا الوقت هيبقى ضيق لأن في عدد من الناس عايز ترجع للقاهرة، فهنضطر نرفع الجلسه يمكن مش هنقدر نجيب على الاسئله كلها. انما طلبت من الاستاذ الدكتور مجدي ناجي واستاذه الدكتوره نهى عدلي انهم يعملوا سكريننج للاسئله، وهننقي يعني طبعا هيبقى في بعض الاسئله والموضوعات هتتكرر في الاسئله، فهناخد اربعه خمسه منهم ونجيب عليهم في النهايه، والتانيين اللي لم يجاب عليهم هنجيب عليهم ان شاء الله، بس بالايميلز او بحاجه ثانيه يعني. فعشان الوقت بيتقدم في النهار عايزين نخش بقى في المحطة الأخرانية اللي هي الجزء الثالث، بعد ما اتكلمنا عن الكمبيوترز واتكلمنا عن الذكاء الصناعي، الهيومنز والروبوتس والمستقبل. وده زي ما قلت هو الجزء الثالث من العرض بتاع النهاردة. احنا سبنا السؤال الأخير في المحاضرة اللي فاتت حول هل المكنة أو الآلة هتتفوق على الإنسان، فهنبتدي بهذا السؤال وهنسأل أسئلة إضافية. إيه التصورات والتخيلات بتاعت الروبوت؟ لأن الإنسان الآلي والذكاء الصناعي داخلة في المخيلة بتاعت الإنسانية، كما بتظهر في الأفلام، في الروايات، في جزء من المخيله الانسانيه. وبعدين هنقول كلمه على طب ايه اللي فعلا بقى يعني ده، طب ده المخيله وده الافلام، انما ايه الحقيقه؟ وبعدين نحدد وات هاز بين اتشيف، ايه اللي تم فعلا. وهنرجع بقى للذكاء الصناعي ريفيزيتنج، ايه اللي بيحصل في الديبيت، الخلاف، المناظره الشديده اللي موجوده النهارده ما بين مساندين ومعارضين. ايه اللي بيحصل في ميدان ما اتكلمناش عنه في الـ قبل كده، اللي هو البيولوجي والانجينيرنج والريفرس انجينيرنج اوف ذا برين. ريفرس انجينيرنج طبعا دي انتوا عارفين ان واحد ياخد جهاز ويفكه ويعمل زيه، يتعلم يعمل زيه. فناس زمان مثلا كانوا ياخدوا يشتروا جهاز من دوله صناعيه ويفكوه ويشوفوا تركب ازاي ويعملوا واحد زيه. ففي ناس دلوقتي تقول لك ما احنا بنعمل ريفرس انجينيرنج بتاع مخ الانسان. وبعدين بعض التعليقات والمستقبل. فنبدا بويل روبوت سيرباس هيومنز. هو طبعا خلال التاريخ كله العلم هو عباره زي ما بيسموه كاندل ان ذا دارك، يعني هو الاضاءه او الومض اللي بيدينا فكره عشان نقدر نرد على الاسئله بتاعتنا. اللي حصل في الفتره الاخيره دي اللي مكركب الدنيا كلها السرعة بتاع التطور. يعني لما نشوف المسافة ما بين التفكير الأول بتاع تيورينج وشانون وأول كمبيوترات بعديها ب 15 سنة، وبعدين الكمبيوترات كانت تقيلة ازاي، وفي لغاية سنة 64 لسه بتاخد أوضة بالكامل، وبعدين بدأت تكش وتسرع والمعدلات بتاعت النمو بتاعتها بقت شكلها ايه. التفاعل ما بين التكنولوجيا والبحث العلمي بيزيد بسرعه كبيره جدا، ونتيجه كده السبيد اوف تشينج كبيره قوي. ونتيجه كده ايضا ان التفاعل ما بين الانسان والاله بيؤدي ان احنا عندنا فهم اوسع جدا عما كان موجود قبل كده.
وده اللي بيخلينا بنطرح هذه الأسئلة. الأسئلة وات إف، التخوف بتاع ناس زي بيل جوي وجوزيف وايزنباوم، ان يقول لك طيب ولو عملنا الحاجات دي وات إف انه يحصل أزمة، وات إف المكان ده تصرف تصرفات مختلفة. فنرجع نتذكر تاني مورز لو بتقول ان هذا النمو ده واقع، ده اللي هنا ده قياس واقعي، ده مش ما فيهوش بروجكشن، وانه الناس بتقول كنا هنوصل لليميتس معينه، بعد الليميتس دي هيبقى في مشاكل فيزيكال ليميتس يعني. لا احنا زي ما قلنا هنيجي في دي ان اي كومبيوتنج وفي الكوانتم كومبيوتنج بيعدوا بافاق جديده في التوسع بتاع قدره الكمبيوترز انها تعمل. والتو اكزامبلز دول انا هدي، ده دي ان اي كومبيوتنج مختلف موضوعيا عن الكلاسيكال كومبيوتنج. فمثلا ان وان بارتيكولار كيس ذس از ا تايلينج بروبلم اتعمل، الكونفنشنال كمبيوتر او كلاسيكال كمبيوتنج ياخد 1,600,000 خطوه عشان او يحل المساله، الدي ان اي كمبيوتر بيقدر يعملها في 91 خطوه. لانه it is qualitatively different، مش مساله مجرد انه اسرع، هي مساله انه مختلف، الالجوريثم نفسه مختلف. And this is fundamental. ونفس الحكايه هتبقى بالنسبه للكوانتم كومبيوتنج. وفي ناس بتتكلم على البكتيريا رودوبسن مثلا موليكيولز، هل نقدر نستعملها كميموريز؟ على اعتبار ان طبعا حجم الستورج بتاع الدي ان اي ضخم جدا، فممكن نعمل ستورج بصوره غير اللي اعتدنا عليها. واحنا عارفين ان من تفصيلات الدي ان اي بيطلع كومبوزيت ستراكشرز زي البروتينز، بتبقى فيري كومبليكيتد وتبقى كلها متوصفه من السترانز اوف دي ان اي. بنفس الطريقه في الكوانتم كومبيوتنج بنعمل نتيجه للسوبر بوزيشن اوف ستيتس واللي بنخلقها في الايون ترابس اللي هي الموجوده دلوقتي حاليا واللي اتنفذت فعلا ودي صور ليها. بنقدر نعمل لوجيك جيتس مختلفه تماما عن اللوجيك جيت التقليدي اللي هو 1 0 اوبن كلوزد، لا ممكن نعمل 1 و 0 وبوث ات ذا سيم تايم. وان الكيوبيتس دي اتطبقت وامكانيه الواحد يضعها في اريز بتدرس حاليا وفي بروف اوف كونسبتس اتعملت فيها. هنا بقى على هذه الصوره يعني بس كان مجرد استرجاع سريع للي فات، يدخل شخصيه زي ري كورتسفايل. كورتسفايل ذكي جدا، عمل اول برنامج له وعمره 15 سنه وقت ما كان بيشتغل في الصيف في حته. البرنامج ده كان نجح لدرجه ان اي بي ام اخذته ووزعته على عملائها. ولما كان في الجامعه في الهاي سكول عمل باترن ريكوجنيشن سوفت وير بيعمل ميوزيكال اناليسيس. وبعدين لدرجه انه جابوه على التلفزيون ناشونال تلفزيون الامريكاني انه يعرض الاختراع بتاعه في الموسيقى، وهو كان لسه في الهاي سكول ما دخلش الجامعه يعني. وبعد كده عمل شركه بتاعت كورتسفايل ميوزيكال انسترومنتس، واللي هي كان من رواد الميوزيكال انسترومنتس الالكترونيه في ثوره الالكترونيه. الناس انتقلت من الكتريك جيتارز الى الموك سينثسايزرز والحاجات دي اللي كانت تتعمل. كورتسفايل انسترومنتس اصبحت هي جزء كبير من الحكايه دي. وكان مهتم قوي بقضايا البلايند، فبدلا من البراي عمل لهم سبيتش ريكوجنيشن ديفايسز، ان الورقه تتحط على سكانر والتكست يتحول الى صوت والصوت يقدروا يسمعوه. ودي اخر جهاز النيو كورتسفايل لسه طالع من سنتين، الكورتسفايل ماشين فور ذا بلايند، زي ما انتم شايفين يتشال في الايد زي تقريبا زي البي دي اي يعني اكبر شويه صغيره، ويتحط ويتحول الى السماعات بتاعته. كورتسفايل كذلك عمل برنامج اسمه ارون. البرنامج ده بيعمل ارت ورك، وهو هنا مع هارولد كوين، وده الكلام ده من 20 سنه عمل هذا البرنامج. فكان بيعمل ارت باي كمبيوتر بروجرام، ولذلك لما اللوحه اللي قدامكم دي عملها كمبيوتر. فكان بيقول لما الناس تكلمه تقول الكمبيوتر ما يقدرش يعمل، لما فيش حاجه الكمبيوتر ما يقدرش يعملها، كل حاجه ممكن هتحصل. كورتسفايل في مناقشات معاه بيثير مثلا نقطه لطيفه جدا، يقول اصل الناس بتنظر للقضايا
بصورة مختلفة، وممكن تنظر لنفس الوقائع وتشوفها بصورتين مختلفتين. فضرب المثل بحاجة يتهيألك انها صعب ان يختلف عليها اتنين. leading causes of death في الولايات المتحدة سنة 2000، heart disease, cancer, stroke, respiratory disease, unintentional injuries, diabetes, pneumonia, alzheimer, kidney disease. لا طيب يتهيألك ان ده يعني مش ممكن يبقى خلاف عليه. طب انا ممكن احطهم كده: tobacco, poor diet, physical inactivity, alcohol consumption, microbial agents, toxic agents, motor vehicles, firearms, sexual behavior, illicit drug use. Which is the right definition of cause? الاثنين بيشتركوا في، يعني ممكن تنظر لها كده وتلفها كده وتنظر لها من الناحيه الثانيه. هو بقى يقول لك ما نفس الحكايه بالنسبه لحكايه الذكاء الصناعي دي. في ناس عايزه تحصرها في صوره معينه وممكن الواحد ينظر لها بصوره اخرى. ولما جه كتب الكتاب بتاعه، طبعا هو مش بس انجينير وديزاينر وفيجنري، انما كمان انتربرينور، يعني عمل شركات كتير وباعها وبتاع. طب دي اعلانات عشان يبيع الكتاب الجديد بتاعه بتاع The Singularity is Near. وبيبني على اللي فات في الماضي على هذا الموضوع. اساسا بيقول ان مورز لو از نوت جاست ستريت لاين اون ا لوج سكيل، اتس ان اكسبوننشال لاين اون ذا لوج سكيل. يعني السكند ديريفيتيف بتاعتها از ستيل بوزيتيف. فجاء بيقول ان احنا النهارده وصلنا لكده، هيبقى عندنا 1 انسكت برين، ده تقريبا اللي وصلنا اليه، وكمان شويه هنوصل ل 1 ماوس برين سنه 2010، 1 هيومن برين 2023، و 2050 هنوصل ان الكمبيوتر تبقى قوته اكتر من كل الهيومن برينز كومبايند. وبعدين بيستدل على هذا بالجراف ده، وده جراف مهم يعني، غير ان عندنا هنا هو صورة البكتيريوم والمش عارف ايه والفار والمانكي والانسان. الصورة المهمة دي، ده الاحصاء المبني الليست سكويرز لاينز اللي بيتعمل من الجراف اللي موجود. انما الجرافس دي، ده لو اخدت المعلومات لغاية 65 كنت اتوقع ان يمشي على الجراف ده، 75 بيمشي كده، 85 بيوصل، 95 بيجي كده. كل ما الاكتوال بيرفورمانس بتاعت الكمبيوترز بتبقى موجوده وبتبقى بلوتد، كل ما الخط بيقف زياده، مش بيبطا، لا بيسرع من التوقع اللي هيحصل بالنسبه ان احنا نوصل الى هذا الهدف. فهو بيستشهد بهذا انه بالتالي كل الكلام اللي بيقوله مش بس هيحصل، وهيحصل يمكن اسرع من الكلام اللي هو بيقوله. وهو بيقول بقى اذا يعني بقى بي بي بيسترسل من هذا، وبيقول ان احنا هنروح لنقطه هو بيسميها السنجولاريتي. السنجولاريتي ده هي لما المكنه هتعدي قدرات الانسان، وهنخش في علاقه جديده ما بين الانسان والكمبيوتر. ودي التصورات اللي وضعها على السنوات المناسبه. 2020 الكمبيوتر هاردوير هيزيد عن الكاباسيتي، ما بين 30 و40 السوفت وير والاكسيد ذا برين، وال 50 to 60 الكمبيوتر باور will exceed the collective intelligence of all human، كل الإنسانية. وده نفس الرسم الموجود اللي هو بيقول عليه. هنا بقى بيقول ان الانتليجنس، الناس اللي بتقول لي ان انا بعتمد على الحسابات، لا ده غلطانين. انا بقول ان هو it will specifically require analog and digital systems، الاثنين مع بعض. وان البروجرامز هتبقى massively parallel، وان البرايمري فوكس بتاعها ما هواش سيمبل مانيبيوليشن، هو باترن ريكوجنيشن. والانتليجنس اند كونشسنس هتظهر ايمرجنت فينومينن من الماسيف كاوتيك سيستم اللي هنبنيه ده. وبعدين بقى بينطلق زياده وزياده بقى في حاجات تبدو انها خرافيه جدا. يقول لك ان هيومنز عندهم وندرفول سوفت وير اللي هو العقل المخ بتاعنا، في الهاردوير فيري ويك اللي هو الجسم بتاعنا اللي اي خبطه تجرحه، اي خبطه تموته، وبالاضافه الى هذا بيعجز وبتاع. فيقول لك in future humans will upload their brains into computers. ودخل في ديبيتس لطيفه جدا مع بعض الفلاسفه والعلماء في هذا. يقول طيب ما انا لو
انا كل ذاكرتي، هو ايه اللي بيخليني كشخص موجود؟ الذاكره بتاعتي وانا بفتكر لما كنت صغير واهلي وامي وبتاع، لو كل الكلام ده ما هو متخزن في نيورونات ونقلته زي ما هو وحطيته في جهاز بس ما هوش بيولوجيكال، هل كل هذه المجموعه من الذكريات ومن القدرات واللي انتقلت من البيولوجيكال للنون بيولوجيكال مش ده الشخص نفسه يبقى انتقل؟ ولا الشخص نفسه هو عباره عن الجسم؟ واذا كان الشخص نفسه عباره عن الجسم، لما هذا الشخص بيجي له كوما وستروك وبنقول عليه كلينيكلي ديد ليه؟ لان شخصيته هي بتتعبر عنها من التفاعل بتاع النيورونات الموجوده. وبالتالي الكمبيوترز هتصبح سنتينت باعتبار انها قادره على التعرف على الذات، وهتصبح هي نفسها the person، والهاردوير بقى وقتها هيبقى upgradable. طبعا احنا محدش مننا، يعني انا دراعي دلوقتي غير لما كنت شاب، ما اقدرش دلوقتي، لما كنت شاب كان عندي عضلات اقوى من اللي انا عندي دلوقتي، فدلوقتي ولا يهمك، شيل الدراع ده ركب دراع جديد يبقى عندك a new person دلوقتي، you can upgrade. كل ما يطلع new model equipment نطلع لك new model، يكون عمل لك constant upgrades يحصل، وده new form of evolution، وده التصورات اللي هو بيطرحها. وبيقول طبعا الكلام ده صعب جدا تتخيلوه، لان الى الان رغم كل انجازات الكمبيوتر، تذكروا ان مازال مخ الانسان مليون مرة اقوى من اقوى كمبيوتر. عاديك بقى لما العلاقة هتنقلب والكمبيوتر هيبقى مليون مرة اقوى من مخ الانسان، فلازم تتخيلوا تخيل مختلف تماما عن اللي انتوا بتبنوا عليه تخيلاتكم. السؤال الجذري، هل مجموعة من الوصلات الميكانيكال سواء مبنية على السيليكون او غيره قادرة انها تعمل ايميليشن للبرين؟ هو بيقول ايوه، وان احنا هنخش في الايبوك، احنا دلوقتي بننتقل من الايبوك بتاعت البرينز الى الايبوك بتاعت التكنولوجي، وان الانفورميشن دخلت في الهاردوير والسوفتوير ديزاين. محدش النهارده بيعتمد على ذاكرته عشان يسترجع اي معلومات، كلنا معتمدين على داتا بانكس وعلى 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 وعلى، كل ده الكمبيوتر هو اللي بيسترجعها لي الى اخره. وايبوك 5 هتبقى الميرجر اوف تكنولوجي اند هيومن انتليجنس، وبعد كده matter and energy of the universe هيحصل a new phase of evolution، وده بيسميه six epochs of evolution في الكتاب الاخير بتاعه بتاع the singularity is near. وبعدين بيذكر وله حق انه يذكر ان هو اللي تنبأ سنة 88 ان الكمبيوتر هيغلب الانسان في الشطرنج قبل 98، وفعلا زي ما قلنا ده حصل سنة 97. يعني تنبؤه ما كانش خطأ، بالعكس حصل قبل التنبؤ بتاعه في قضية كاسباروف وبيج بلو. كلام بقى بتاع الايفولوشن ده ما اقولكوش طبعا ان هو عدد كبير من الناس بيستعملوه، بيعتبروه استفزازي جدا، وفي مجموعة من الديبيتس ماشية اللي هو ار وي سبيريتوال ماشينز، ري كورسبايل فيرسس ذا كريتكس، هو الكريتكس بتوعه من جورج جيلدر لجون سيرل بتاع التشاينيز روم لدمسكي دنتن ري غيرهم، كلهم بيتصارعوا مع بعض في هذه المفاهيم. والسؤال مطروح، هل فعلا المكن هيتطور لدرجة انه هيستغنى عن الانسانية بالمفهوم اللي احنا عارفينه النهاردة؟ فده طبعا بيرجع الى اي نوع من المكن اللي احنا عمدين بنبنيه. فايه اللي نعرفه عن الروبوتس؟ الفكره بتاعت الروبوتس ان زي ما قلت دخلت في المخيله الانسانيه من ناحيه الافلام والتصورات والروايات من ناحيه، ولكن في واقع من ناحيه ثانيه. فنبتدي بالروبوتس اللي هي الايماجند اللي في المخيله. في رغبه عند الانسان انه يبني جهاز او اله او حاجه تشبه له. عايز يبني حاجه تحكيه. وعايز يسأل ويطرح السؤال هل ممكن انه يعملها انها تبقى as intelligent as the human being، وهل الآلة ده هي انها هتبقى conscious ولا لا، ولا مجرد آلة. القصة بتاعت بيجماليون وجالاتيا
قصة من قدماء الإغريق ورجع تاني إن هو بيجماليون ده كان نحات وكان بيعمل تماثيل وكان عايز يعمل تمثال بيرفكت جدا ويحبه جدا، والآلهة استجابت إليه فعملت له خلت التمثال يتحول إلى امرأة اللي هي جلاتية، وبيجماليون بقى بدأ يعلمها التفاعل مع الحاجات الإنسانية. فهذه الفكرة تطورت معنا لغاية جورج برنارد شو عمل الرواية بتاعته بيجماليون اللي اتعملت في الأفلام As My Fair Lady وفي برودواي وبتاع إلى آخره. فكرة هنا بقى مش بيخلق إنسان من تمثال، إنما الفكرة إنه أستاذ أرستقراطي جدا بياخد بنت فقيرة جدا وجهلة جدا وبيعلمها إزاي تبقى ليدي في المجتمع البريطاني بحيث ان حتى الملكة والداتشس يقبلوها. بينما الناس بتقول هذا، في ناس تشتغل على انهم يعملوا فيرتشوال رياليتي جالاتيز، ودي فعلا مسمينها جالاتيا موجودة في الفيرتشوال رياليتي، ولكن ده الناحية المضيئة. انما في ناحية طبعا سوداوية في هذه التصورات في المخيلة العامة بتاعت الروايات والافلام، وهي قصة فرانكنشتاين. فرانكنشتاين قصة مهمة جدا، كتبتها على فكرة بنت صغيرة عمرها 19 سنة، ماري شيلي، أولا اسمها ماري وولستون كرافت. أمها كانت فيمينست كبيرة جدا، وهي طفشت مع الشاعر بيرسي بيش شيلي وكتبت النوبل لما كانت 18 وخلصته وهي 19 سنة ونشرته لما كان عمرها 21 سنة. الرواية دي طبعا فرانكنشتاين أصبحت فيكستشر في المخيلة العامة، والفكرة فيها أنه واحد فيكتور فرانكنشتاين عايز يبني إنسان متكامل، فبياخد قطع من الإنسان وبيجمعهم مع بعض وبياخد قوة البرق عشان يديله الحياة، ولكن بدل ما بيخلق بيرفكت بينج، البينج ده بيتحول إلى مونستر، وفي صراعات بينهم وبين بعض، وفي طبعا تساؤل على حدود الإنسان وحدود البحث العلمي. طبعا دي أفلام كتيرة، ده الفيلم بتاع 94 اللي كان فيه روبرت دينيرو وكينيث برانا، والأشهر منه بتاع بوريس كارلوف بتاع فرانكنشتاين The Man Who Made The Monster، والتصورات اللي طلعت لهذه القصة. صورة أخرى أقرب إلى المكن من الإنسان المكون من هذا، طبعا ننساش إن ماري شيلي كتبت فرانكنشتاين في 1820، فإذا دي بنتكلم على حاجات في بداية القرن 19. في القرن 20 قصص بتاع أرنولد شوارزنيجر والترمينيتر والرايز أوف ذا ماشينز والتخوفات من الروبوتس. نرجع تاني للكتاب. أزيموف، قلت لكم أنا أزيموف وهاينلاين وكلارك كانوا أكبر ذا بيج ثري بتوع ساينس فيكشن. أزيموف كتب كتير قوي عن الروبوتس، وعمل الرولز، أزيموفز 3 رولز اوف روبوتس، لك عشان الانسان يتعايش مع الروبوتس لازم الروبوت may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. فدي اول قاعده، لازم تحمي الانسان من انه يضر. تاني حاجه، لازم يسمع كلام الانسان الا اذا كان هذا بيتعارض مع القاعده الاولى، يعني غير كده لازم كل روبوت يسمع كلام كل انسان، وان الروبوت لازم يحمي نفسه الى على شرط انه ده ما يتعارضش مع القواعد الاولى والثانيه. وايفنتولي ادد فورث لو انه ريكواير روبوت تو بروتكت الانسانيه ككل. انما اساسا الثلاث قواعد قال لك لو عملنا الثلاث قواعد دي هنقدر نضمن ان الروبوتس في المستقبل مهما وصلت من الذكاء مش هتقدر، يعني برمجها من الاول كده بحيث انها ما تقدرش تبقى خطر للانسانيه. وكتب بقى روايات تخيل فيها الروبوت دريمز، وان في كونشسنس داخل الروبوتس وسنتيانت روبوتس، وقعد يطرح تصورات ايه نوع العلاقات اللي هتتطور ما بين روبوتس عندها هذه المقدره والانسان. وروايه شهيره له اي روبوت، انا الروبوت، اصبحت اتعملت افلام و عملها كان ويل سميث بيمثل فيها. وفي الفيلم بقى الروبوتس اللي انتم شايفينهم هنا هم اقوى واقدر واسرع وكل حاجه من الانسان، انما عندهم ايموشنز، او بعضهم عندهم ايموشنز زي الانسان. قبل كده كان في خطين
في التصور بتاع الروبوتس، تصور انه الروبوت ده قوة كبيرة ولكن بيخدم السلام والفكر، ده كان التصور بتاع The Day the Earth Stood Still مثلا، وانه لافابل زي ستار وورز ما عملت R2-D2 والناس كلها حبت R2-D2، دمه خفيف وعمل زي اللعبة كده ولذيذ وبتاع، ومع الاطفال وعملوا لعب منه وإلى اخره. ففعلا دخل في المخيلة العامة ان في روبوت سيئة وروبوت كويسة، ودي الروبوت الكويسة بتاعت ستار وورز اللي اصبحت ايكونات بتتحط على التي شيرتس وغيره. ورواية ستار وورز يمكن اكتر رواية شافت في التاريخ لما الواحد يجمع السلسلة بتاعت ستار وورز كلها على بعضها. في غيرهم فريندلي سنتيانت روبوتس اتعملوا زي جوني فايف في شورت سيركت، ده روايتين اتعملوا حول روبوت دمه خفيف قوي، في روبوتس دمهم خفيف اتعملوا في حاجات كده، وفي روبوت ستوريز، ففي حاجات كتيره جدا. انما قصه ان الواحد يعمل حاجه ويديها الفكر والحياه والذكاء ما زالت مسيطره علينا، وفي خطوط حتى بترجع الى فترات ما قبل القرن التاسع عشر من الاساطير العامه زي قصه بينوكيو. وبينوكيو طبعا والت ديزني عملها، وبعدين جاء والت ديزني عملها بالكرتون، انما ستيفن سبيلبرج عملها بالتصور وعمل الطفل عباره عن روبوت. ده الطفل ده مش طفل، ده روبوت بحق وحقيقه، وان الروبوت ده بيتفاعل مع الناس اللي حواليه في روايه اسمها ارتفيشال انتليجنس. وفي تصورات اتعملت ان الروبوتس هيقدروا يخدمونا في حمايه المجتمع الى غيره، واخر حاجه عملوا روبوتس كويسين وروبوتس وحشين وبيحاربوا بعض، وده اللي هما الترانسفورمرز بتاع السنه اللي فاتت، فيلم كان ناجح جدا السنه اللي فاتت في صراعات كبيره جدا. والجادجتيرز قعدوا يتريقوا على الحاجات دي ويعملوا بريدكشنز وقصص وتصورات. انما الدارك سايد اوف روبوتس يمكن اللي كابتشرت بصوره جامده كان روايات الترمينيتر بتاع ارنولد شوارزنيجر اللي انتشرت جدا. الروبوت ده بهذه الصوره اللي شكله زي الانسان اللي هو سايبورج وبتاع، غير تماما انا قلت لكم في الاول ان في اوديسه الفضاء القصه اساسا ان في روبوت سيء جدا بيموت الناس البني ادمين الموجودين. الروبوت بتاع اوديسه الفضاء 2001، اوديسه الفضاء بتاع ارثر كلارك وكوبريك، اقرب الى اللي احنا شايفينه النهارده. ده البطل بتاع الرواية بيحاول ان هو يمشي داخل سفينة الفضاء، وهو هنا داخل الكمبيوتر الكبير جدا، وتصوره هما بانكس من الميموري تشيبس، وهو بيشيل ميموري تشيب ورا التاني، فشوية بشوية الروبوت هال بيموت وعينه بتنطفي بقى، العين اللي كانت موجوده فيه بتنطفي. الروايات الجديده بتاعت الميتريكس برضو يمكن شفتوها، كان في تريلوجي بتاعت الميتريكس اللي اتعملت على ازاي برامج وازاي تصورات والاندماج بتاع الفيرتشوال رياليتي والطبيعه مع بعضها. لما تيجي تتكلم على هذه المخيله يجي واحد زي كورتسبايل اللي هو بقى بيشتغل بحقه حقيقه، الناس نرجع تاني، الناس دي بتشتغل فعلا في بناء كمبيوترز وبتاع، مش بيعملوا سينما، مش بيعملوا افلام، لا دول يعني they are actually building the stuff، يعني بيشتغلوا في الحكايه دي. كورسوايل يقول لك لا، المشكله الاساسيه في المخيله العامه النهارده ان الناس لما بتعمل بروجكشن مستقبليه بتغير حاجه واحده والباقي تقريبا متشابه زي ما هو. فلو تشوف الماتريكس ده مثلا في فيرتشوال رياليتي، انما بقيه المجتمع زي بعض، المباني شكلها زي ما هي، البيوت شكلها زي ما هي، الكراسي شكلها زي ما هي، فايه يعني مش ده اللي هيحصل. انما اللي هيحصل ان احنا هيجي لنا تشينج imperceptibly في حاجات كتيره جدا في المجتمع، وان احنا اذا نظرنا لانفسنا من 20 سنه فاتوا هنشوف مثلا ان الموبايلات دخلت في حياتنا، الايميلز دخلت في حياتنا، مش عارف ايه دخل في حياتنا، وفكره ان الواحد يبقى على اتصال مع واحد موجود في الهند النهارده وانا اروح اكلمه دلوقتي وانا قاعد هنا بالموبايل بتاعي، ما اصبحتش فكره غريبه على الواحد ولا داخله في مخيله الناس على انها تمثل ساينس فيكشن. كذلك فكره محطه الفضاء وان احنا بنبعت حاجات المريخ وبتاع، كل ده بيخش شويه بشويه في المخيله، بحيث ان الكم التراكمي بتاع التغييرات هو اللي هيغير المجتمع. فانا بيقول لما انا بتكلم
على حاجات هتحصل سنة 2050 و2060، يعني أكتر من 40 سنة من دلوقتي. ما كانش فيه كمبيوترات من 40 سنة، مجتمعات كانت متخلفة جدا بالنسبة لمجتمعات النهاردة. فإنما الفاسينيشن بتاعت أن الإنسان يخلق آلة تشبهه، آلة قادرة أنها تتفاعل معاه وعندها ذكاء قادر يتفاعل مع ذكاء الإنسان، ما زالت أنها بتحركنا. طب إيه بقى اللي حصل فعلا؟ ده الروبوتس بتاعت المخيلة. الروبوتس الحقيقية إيه؟ ده أسيمو. أسيمو ده أكتر روبوت تمتم متقدم حاليا موجود في اليابان. ده حجمه فعلا بالنسبة للست اللي بتكلمه، وعلموه أنه هو بيقرأ الإكسبريشن بتاعت وجوه الناس، ويعرف يسلم على الناس، يعرف يتكلم، يعرف يطلع وينزل سلالم، حاجات من هذا النوع. في ممثلين له بيستعملوه مثلا في المستشفى، ممكن يشيل مريض، طبعا دي دمية بيعملوها كتست، انما يقدر يشيل مريض بعناية شديدة وجريت جنتلنس يعني. وفي ديز ار ريل جابانيز روبوتس اللي قدامكم دول، كلهم انواع مختلفة من الجابانيز روبوتس، وبيعملوهم باشكال مختلفة واشكال فيري سيمبل ناس تانية. الناسا اللي هي بتاعت المؤسسة الفضاء الامريكية بتشتغل على روبوتس، عشان فكرة انها تقدر تبعت روبوتس يعملوا الشغل في الفضاء، لانه ده بقى مش محتاج بقى انه يتنفس ويعمل وعايز اكسجين وعايز مش عارف ايه والسوت يبقى، لا ممكن ابعته كده يشتغل على طول بره في الفضاء ويرجع تاني. فبيشتغلوا برضو على الروبوتكس بتاعتهم. وفي ناس زي كيفن وورويك وعلماء تانيين بيشتغلوا على ديفايسز بتقرا النيورون سيجنالز، وده واحد حطه على دراعه بصورة معينة. وفي ناس تانية زي بارتون بيشتغلوا على روبوتس من التخيلات بتاعتها. السؤال ان هو بيقول لك طيب هل الروبونوت ده هيحل محل الاسترونوت؟ يقول لك لا، انما هيكمله، يعني جزء كبير الاسترونوت يبقى بره هيشتغل في على محطة الفضاء، يجيب الروبونوت معاه روح هات لي كذا واعمل كذا وشيل لي كذا وحط دي هنا، ويشغله معاه يوم يساعده. وفي طبعا روبوتس زي الروبوت ده اللي موجود في المستشفى هنا بيخدم على الناس، وبيشوف بكاميرا، وفي نفس الوقت اللي بتحركه بتظهر هي وشها هو اللي بيظهر، بحيث لان الانسان بيحب يتفاعل مع وجه الانسان الاخر مش مع الوجه الميكانيكي. فدي روبوتس بيحاولوا يعملوا تجارب انها تتعلم تمشي بخطوات قريبة، او انها تشوف وتتعرف على الوجه الواحد. جورنال اوف ميديسين، يعني دي مش حاجه صغيره يعني، مش مغيرة. وده روبوتس بيسموه الهج روبوتس، عاملينه عشان الاطفال الصغيرين المرضى في المستشفيات، يدوهم روبوت يلعبوا معاه بس بيسموه هجي عشان دمه خفيف ويقدروا يعني العيال تلعب بيه يعني. انما لو نظرنا كل الحاجات دي يعني برضه ما زالت يعني أسيمو وغير أسيمو ما هيش حاجه فيري ادفانسد. الحاجه اللي ادفانسد والروبوتس فعلا يعني مبهرين فيها السبيشاليزد تاسكس دي، كلها انواع من السبيشاليزد روبوتس. اولا في خطوط الصناعه، الروبوتكس وبالذات في اليابان طورت كومبليتلي الصناعه. الحاجات اللي كان الانسان بيعملها بنفسه النهارده كلها الروبوتس بتعملها باخطاء اقل بكتير جدا، بحيث ان هم عايزين زيرو ديفكتس، بيقللوا الروبوتس بيقللوا الديفكتس مش من 1 لـ10,000 او 1 بـ100,000، يوصلوها الى 1 في المليون. موست بيربس سبيسيفيك روبوتس ما شكلهاش زي البني ادمين. يعني لما انا بقول انا عايز روبوت يعمل حاجه محدده يعني ميشن محدد، بنتهي الى اشكال غير شكل الانسان اللي ماشي على 2 رجلين وعنده 2 وعنده راس، بنتهي بشكل اقرب الى الحيوان او الحشرة زي الصورة اللي قدامكم دهين، او في حالات معينة بيبقى الانسان والروبوت بيتفاعلوا مع بعض عشان يدينا قوة كبيرة جدا، زي ان بدل فورك ليفت اقدر استعمل روبوتس من النوع ده لرفع اثقال كبيرة جدا، او ان ببني روبوتس زي الجيزمو اللي عمله هذا الشاب عشان يخش في حتت صغيره يبص على حاجات معينه. كوكا ده از ا فيري انترستينج روبوت. كوكا ده متعلم ان هو بروجرامد تو ري رايت الانتاير مارتن لوثر بايبل
في كاليجرافي جميلة جدا، هو بيظبط الحروف كلها وبيقرا الحروف من البرمجة، بتخش عنده وبيطلع كاليجرافي بالصورة اللي انتوا شايفينها دي كلها. يمكن اعظم تجربة للروبوت نسيناها برضو ما شكلهاش خالص زي الانسان، هي المارس اكسبلورر. احنا بعتنا الى المريخ روبوت مشيت على الارض شكلها كده زي ما انتوا شايفينها كده. الروبوت دي على المريخ كان بتبقى على اتصال مع ناس على الارض وبتاخد عينات من الارض وبتحللها وتبعت نتائج التحليل بتاعها وبتتحرك طبقا للتعليمات اللي موجوده في الارض. واكثر من مارس اكسبلورر واحد اتعمل، ففيها كاميرات وفيها حاجات. فاذا لما نبتدي نفكر في السبيشاليز تاسكس، ان انا عرفت ابعت روبوت لغايه المريخ، وان الروبوت ده اخد عينات من التربه وحللها وبعت لي النتائج بتاعتها وبعت لي الصور للمريخ زي ما طلبت منه، طب ما دي انجازات عظيمه للروبوتس كلها في سبيشاليز تاسكس، والواقع بتاعها مختلف تماما عن صوره واحد شكله زي الانسان بيتفاعل معانا او عنده ذكاء يضاهي اللي نسميه الكومن سنس او الجنرال انتليجنس بصوره عامه، اللي عنده فيري سبيشاليزد كاباسيتيز فور تاسكس معينه زي ما انتم شايفين كده. النهارده في جيل جديد من الانسكت روبوتس بيبنوه لاسباب لعب ولاسباب جد. الروبوت الصغيره دي اللي على الشمال دي عباره عن لعب، تتحرك وتجري وبتاع، والواحد يقدر يعمل لها صوت كده تقوم تقف، ويعمل لها صوت تتحرك وتقف عند نهايه الترابيزه وما تقعش وحاجات كده. وفي منهم صغيرين كده زي ما انتم شايفين ايد الراجل على الحشرات الصغيره دي. انما في منهم بيطيروا، وجزء منهم دول القصد منه مونيتورز اما للتجسس او لقياس حراري، او مثلا في حالات معينه حادثه او عمليه ارهابيه عايز اعرف هل مثلا غازات السماء الموجوده في الحته دي اصبحت مقبوله ولا لا، فابعت واحد من دول ويقيس ويعمل سامبلينج للموليكيولز الموجوده في الهواء ونعمل لها تحليل ويقولنا فيها ايه. وادي اجد حاجات موجوده النهارده في هذا المضمار. الملفت في هذا كله ان كل الروبوتس دي اللي موجوده النهارده قاعده قد الصباع، شوف صغيره قد ايه الحاجات دي. الملفت في الحاجات دي ان كل الروبوتس الموجوده دي بعيده جدا عن الروبوت بتاع المخيله، الروبوت بتاع ان الواحد يبني انسان زيه الى اخره. طيب what has been achieved؟ Deep Blue defeated Kasparov سنة 97. نقدر نعلم الروبوت انه يعمل تقريبا اي تاسك. This is an arm wrestling robot، بيدوه حاطينه في كوريا عشان الناس اللي في المستشفى يقعدوا يلعبوا معاه عشان يقووا دراعهم بعد العمليات الجراحية. وطبعا زي ما رجل هو قادر انه يهزم اي واحد، بس بيديله قدر كافي من المقاومة بحيث انه الذكاء يشغل عضلاته. عزيمو نجح نجاح كبير مع الجمهور، عملته شركه هوندا، ولدرجه انهم عملوا فيو كام شكله زي عزيمو. عزيمو فعلا بيعرف يطلع السلالم وينزل السلالم ويتحرك الى اخره، ويبدو انه يتفاعل مع الانسان انما في حدود معينه. في الروبوت نيرس تقدر تخدم زي ما شفتوها، كانت بتقدر تشيل المريض وتقدر تودي حاجات تجيب حاجات. ومستر كارتسفايل بقى نرجع لنا تاني، فقلت لكم الجلسه اللي فاتت ان هو سنه 2001 قدم للجمهور رامونا. رامونا دي حاجه هو اخترعها في 21 ابريل 2001 في ماديسون سكوير جاردن. قدم رامونا، هو بنى رامونا ازاي؟ رامونا طبعا بتطلع على المسرح معاه، بتبان 3 دايمنشنال فيرتشوال رياليتي بيرسون، انها مش موجوده. اول حاجه دي كان بنته، اخذ بنته لبسها البدله دي وفيها خطوط هنا بحيث انهم السنسرز دي بتتصور، والسنسرز دي كلها بتخش على الموشن تراكنج بتاعت الكمبيوترات المختلفه، وهو بيحرك الكمبيوترات دايما بالبرمجه. كل all this is fed into the computers هنا، وبعدين بيبتدوا generating a 3D 3 dimensional moving images of Ramona. وفي نفس الوقت هو بيحط صوته هو، وبيعملوا له كمبيوتر بروسيسنج عشان يتحول من صوت راجل الى صوت ست، وبعدين بيحط ريفربريشن وزود موسيقى وراها.
تكونت من صورة إيمي جسم رامونا بيكون بنقط زي دي، وبعدين البوينت كلاود اوف كلر دوتس ريبريزنتنج البيزك شيب موجوده. بعدين اشتغل على الوجه وقال ان الوجه والاكسبريشنز لازم ترتبط بالفونيمز، النطق بتاع النطق ازاي، فلازم الوش يتحرك مع طريقه النطق، حرف الاي وحرف الاو وحرف الار وحرف الحاجات دي، فبيعملوا الفونيمز وبيعملوا وجوه الزعل والخوف وهو الى اخره اكسبريشنز الفيشل اكسبريشنز. وبعدين كون البودي بانه جاب الفيشل اكسبريشنز والفيس من ناحيه وجاب البودي من ناحيه ثانيه وضمهم على بعض، وبعدين عمل برنامج التسليشن ده هو اللي هو بيربط ما بين النقط اللي شفناها دي، بيعمل بقى انتربوليشن في المعلومات اللي ناقصه بحيث انه يقدر يكملها بالصوره دي. وبعدين زود الكلر والتكستشر بتاعت اللي تدي انطباع بتاع ان دي هدوم ودي جلد. وبعدين عمل الموفمنت بقى، فاضطر يختار الموفمنت بتاع الليمز والرجلين وانهانس فور رياليستيك موفمنت، فاضطروا يعملوا ويتنج وريجنج ويحركوا اللبس مع الحركه عشان تبان. فاينل موديل بقى دخل في الكمبيوتر وطلع ان ريل تايم ايمج ريندرنج ديورينج ذا بيرفورمانس، وفعلا في البرفورمانس في 21 ابريل هي انتروديوس هير وطلعت وغنت قدام الناس كلها وقال لهم وعايزين تقابلوها بعد كده خشوا على الويب سايت بتاعي هتلاقوها هي الهوستس بتاعت الويب سايت بتاعتي. وده هو بيقدم The Music and Internet Expo في ماديسون سكوير جاردن. الحقيقه طبعا يعني هو نجاح باهر لانه في فويس ريكوجنيشن وفي 3 دي ايمجينج وفي فيرتشوال رياليتي وفي حاجات كثيره جدا من الريلم بتاع الكمبيوتر اتلم مع بعضه. بس في النهاية it is totally dependent على البروجرام، يعني ما فيش حاجة فيها ذكاء خاص بيها، لأن دي مجرد صورة وإيمج حركه. فصحيح هو الناس اللي كانت موجودة بهرت، يعني تخيل أنا قلت لكم أهو وأروح مطلع قدامكم تظهر كده على المسرح جنبي شخص يبان إن هو شخص متكامل وبيتحرك وبيتكلم وبيغني وبتاع، وبعدين ادوس على زرار ويختفي هذا الشخص، طبعا بتبقى مبهره. بس هي مبهره من ناحيه، ولكن ما هياش ادفانس حقيقي في الارتفيشال انتليجنس، وان كان فيها شيدز كده من حكايه ان الواحد يخلق الجلاتيه بتاعته يعملها. اسرائيل بتشتغل على الروبوتكس، بس بتشتغل في السبيشاليزد روبوتكس، ما بتشتغلش في النوع اللي احنا بنتكلم عنه. وفي ناس بتشتغل على الفيجن روبوتكس اللي عايزه تشوف اساسا ازاي اخد الصوره احط كاميرات تتحول مطرح العينين وهي تدي ايمجز، وان الايمج تبقى بروسيسد، وازاي من البروسيسنج بتاع الايمج ده اقدر اعمل تحركات جديده، وان ده بيحتاج طبعا لبارلل كومبيوتنج كبير جدا عشان التفاعل مع هذا الكم من المعلومات اللي بتيجي بصوره كبيره جدا بسرعه كبيره جدا. دي صوره كانت طريفه، لك هل الانسان هيجي يحط صباعه بعد كده جوه الكمبيوتر باليو اس بي كده وياخد معلومات ولا لا؟ النهارده بقى رجعنا للارتفيشال انتليجنس. يبقى اذا كانت رامونا لا تمثل ارتفيشال انتليجنس وصلنا الى ايه؟ اول حاجه الديبيت اللي موجود ده از ستيل لايفلي وهنمشي عليه. ما زالت الفلسفه بتطرح السؤال كان ماشينز ثينك. تيورينج تيست قلنا عليه والدارتموث بروبوزل اتكلمنا عنه. انما السؤال دلوقتي وصل، هل يكفي ان يبقى الواحد عنده مقدره انه يعمل فيزيكال مانيبيوليشن للسيمبلز؟ ده اللي هو اساس البرمجه التقليديه اللي موجوده النهارده، لوجيك جيتس، يس اور نو، بلس اور ماينس الى اخره، او ان البرين كان بي سيميوليتد. الارجيومنت ده بيضم حاجتين، بيضم من ناحيه تصور ايوه ممكن نبني يونيفرسال تيورينج ماشين تحل اي مشكله، ومن ناحيه ثانيه ان البرين ده، ان المايند والبرين، عقل والمخ ما يفترقوش عن بعض، وان البرين ممكن ان هو نفهم الفيزيكال بروسيس بتاعه بالظبط ازاي. قضيه البرين فيرسس مايند، ان احنا عارفين في ديفايند ارياز اوف ذا برين، الباريتال لوب والفرونتال لوب والاوكسيبيتال لود والسيريبيلم والحاجات دي، كل حاجه منها بتتحكم في حاجات معينه. عشان كده واحد يجي له ستروك يوم ما يقدرش يحرك
دراعه او ما يعرفش يتكلم او ايا كانت الظروف دي، بقى لانه بيأثر في حته معينه من المخ. الكمبيوترز بتتفاعل معانا بانها ادتنا صور جديده للبرين، فكمبيوترايزد اكسل توموجرافي الكات سكانز، او بنقدر نشوف النهارده البرين فانكشنز ان ريل تايم. يعني ده صوره مخ ان ريل تايم. لما الناس بتشوف مجرد ايمجز بيستعملوا الحته الحمراء دي، لما بيسمعوا موسيقى بيستعملوا الحته الزرقاء اللي انتم شايفينها هنا، مع اختلافات بسيطه. دي الاماكن اللي موجوده في البرين، وبنقدر شويه بشويه بنحلل كل الفانكشنز اوف ذا برين، وبنعرف اني نيورونات واني شبكات من النيورونات بتشتغل في ايه. البرين بتاع الانسان قوي جدا، في 100 مليار نيورون، كل نيورون في ما بين 1000 و10000 وصله، وفي كل وصله ممكن ان يحصل فايرنج ل 200 مره في الثانيه. ف يعني تخيلوا بقى، اضربوا دي في دي في دي في دي، شوفوا هذا الحجم المهول من الوصلات الممكنه اللي موجوده في المخ. الماشين زي ما قال بعض الناس ار ليميتد باي جوديل، وبالتالي مش هيقدروا يوصلوا الى هذا. وفي ناس بتقول زي دريفس رافض تماما هنقدر نعمل كده، لان بيقول ان العقل غير المخ، وانه الانسان حتى ما بيفكرش بالطريقه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، ان الانسان ما بيقعدش يحلل، ده بيبقى عنده فيل، الفيل ده بيكتسبه بالخبره، والخبره دي بينظر لموقف معين وبيقرر هيعمل ايه من غير ما حتى يقعد يحلل الحاجات دي في مخه. ولو سالت الشخص مش هيعرف يقول لك انا عملت كده ليه، انا عملت كده نظرا للموقف اللي انا فيه. السيرل والناس التانيين اللي عملوا التشاينيز روم بروبلم، هو عمل التشاينيز روم والناس اللي ماشيين معاه، بيقولوا ان قضيه المانيبيوليشن اوف سيمبلز دي خاطئه، لانه اللي قاعد جوه التشاينيز روم ده ما بيفهمش التشاينيز. وده طبعا دي اصبحت يمكن من اهم القضايا المطروحه، الابلكيشن والريزلت ايا كانت اتز تشاينيز روم بروبلم. الناس الثانيه رافضين هذا الكلام، وبيقول لك ماشينز ويل هاف ا مايند بيوند ا برين اند بي كونشس اند سنتينت، يعني هيعرف عندهم هذا الشعور بالذات الى اخره. من ايه؟ من حاجه انها قادره انها يعني بنسميه الايمانيتنج فينومينا، يعني انا عندي حاجات كتيره بتتفاعل مع بعضها بيطلع منها حاجه اكتر من اللي هي موجوده فيه. دليل على كده ان انا مثلا انا معجب بشعر احمد شوقي، ومعجب برسومات مايكل انجلو وتماثيل محمود مختار، ومعجب بكتابات شكسبير، وده طبعا كله بيحصل جوه مخي، ومخي ده مرتبط بنيورونات معينه فايرنج اواي بصور معينه. انما لو اخذت اي انديفيديوال نيورون ولا يعرف شكسبير ولا يعرف احمد شوقي ولا يعرف مايكل انجلو ولا يعرف محمود مختار. طيب يبقى ازاي بقى لما احط نيورون جنب نيورون جنب نيورون جنب نيورون واوصلهم ببعض بيطلع من هذه المقدره where the whole is more than the sum of the parts. ده جزء من الكونشسنس. فهو بيقول ان احنا هنقدر نوصل الى اكثر من هذا كمان، انما الفول رينج اوف هيومن انتليجنس هنوصل له حتى لو احنا النهارده مش قادرين نوصل له، انما دي مساله وقت. يعني الفكره بقى في هذا كورتزفايل برضو وبعض رفاقه بيقول لك لا، انا ما بقولش ان انا هخترع الكونشس ده باني اعمل الكمبيوتر بروجرام زي ما انتم اتعودتوا عليها. احنا هنعمل نيو كايندز اوف بروجرامز، هذه البروجرامز ايميوليتنج البيولوجيكال بروسيسز، هيبقى في ارتفيشال لايف، جينيتك الجوريزمز، نيورال نتس، سيلف اورجانيزنج ابروتشز. الحاجات دي كلها مختلفه عن الكونفنشنال تيورينج ماشين والالجوريثمز البري سبيسيفايد. والبيولوجي بعض الناس يقول لك البيولوجي حاجه والانجينيرنج ديزاينز حاجه ثانيه. التصور في هذا بيرد عليه بعض الناس، طب ما البيولوجي نفسها دلوقتي از بينج انجينيرد، جينيتك انجينيرنج، مش بس جينيتك انجينيرنج، انما بنبني بيولوجيكلي حاجات ما كانتش ممكنه قبل كده. فالسؤال هنا will there always be a definable difference ما بين a robot and a human، لان ده مبني بيولوجيكلي ومبني بصوره ثانيه. وده بيجيبنا الى سؤال اتعطى في حلقه مشهوره قوي في امريكا ستار تريك،
يمكن شفتوها في التلفزيون قديمه جدا بقى لها مده طويله. انما ستار تريك في حلقه منها كانت مهمه لو تفتكروا، دي الشخصيات المختلفه في السكند جينيريشن. شخصيه ديتا طبعا ده ممثل بيقوم بالدور ده، انما هو اصلا روبوت. وفي معركه بتدور حول شركه بتقول ان ديتا ده بتاعي وده مملوك ليا، لان ديتا ده مش انسان، ده ملوش حقوق ملوش حريه ملوش حاجه، وده مجرد مجموعه من الوصلات الكهربائيه. فطبعا اصدقائه اللي في الانتربرايز بيقولوا لا ده صديقنا وزميلنا ومعانا في الرحلات دي كلها. فالحلقه كانت بتسال Is data a man? When does data become a man? طبعا القضيه دي مطروحه، ودي قضيه فلسفيه من ناحيه. انما الانجينيرز اللي بيقول لك البيولوجي والانجينيرنج هيلتقوا ما هماش بعيد. شوفوا بيحصل ايه في البيولوجي والانجينيرنج. ديكارت زي ما قلنا قبل كده في المايند برين ديواليزم كان له دور كبير في هذه الحكايه. والنهارده في بعض الناس يقول لا، ان الحياه بتاعه البيولوجيكال بروسيس ما هياش مرهونه بالعلاقات اللي موجوده والتركيب الكيميائي بتاع هذه الخلايا، وده بيسموه الفيتاليزم. ده الاوبوننتس بتوعه اللي هم ميكانيستيك ماتيرياليزم، يعني منهم مثلا زي ناس زي جون ماري لين، ناس زي دانيال دينيت. لا، at the end of the day there are cells، والسيلز دي ليها فانكشنز معينه، الفانكشنز دي كيميائيه وبنشوف اللينكس بتاعتها والبروتينات اللي بتطلعها. وبالنسبه للبرين فدي كلها نيورونز فايرنج اواي وبنقدر نعرفها. دانيال دينيت مثلا من كبار الرافدين لفكره الفيتاليزم. ولكن المايند بودي بروبلم بيخش وبيجيبنا الى قضيه فلسفيه عميقه جدا اللي هي الديفينيشن اوف لايف. ايه هو ان حاجه تكون حيه وحاجه ما تكونش حيه؟ طبعا ده سؤال غريب، انما لو نفكر مثلا، انا دايما بقول في جيل ابويا الله يرحمه ما كانش يتخيل ان من القضايا المطروحه هيبقى تحديد امتى الانسان بيموت. والله يا الانسان عايش يا ميت، يعني دي كانت حاجه شبه مقبوله في جيله. انما التطور التكنولوجي ادى الى ان في المستشفيات النهارده ممكن ان احنا بهارت لانج ماشينز ومش عارف ايه وبريشر ودياليسس وحاجات كتيره جدا نقدر نخلي البودي فانكشنال. ولكن يقول لك مثلا الكلينيكال ديفينيشن اوف ديث هي فلات اي اي جي مثلا، ان يعني يبقى الالكتروانسفالوجرام بتاع المخ ما بيتحركش. فكون ان في النهارده كلينيكال ديفينيشن وليجل ديفينيشن وقضايا حول ممكن ان الواحد ياخد الاعضاء بتاعه الميت امتى، كل هذا ايه اللي فتح الاسئله دي؟ اللي فتح الاسئله دي ان التكنولوجيا بتتطور جدا. وتطورت التكنولوجيا الطبيه ان ممكن ان احنا نعمل النهارده نخلي ناس تعيش فتره طويله جدا. وزي ما كان في كيس كبير مع الولايات المتحده وجورج بوش تدخل مع واحده فيها دامج برين وقصه من هذا النوع. فالتعريف بتاع الحياه من الناحيه دي بيبين الحياه والموت مش واضحه جدا. من الناحيه الثانيه امتى بتبدا الحياه؟ طب ما انا عندي مجموعه من الذرات والجزيئات اللي هي اتومز وموليكيولز بتكون شيء صلد ما هوش عايش. وبعد شويه في مجموعه من الذرات والموليكيولز بتبقى عايشه. فين الباوندري لاين؟ فالباوندري لاين يبدو النهارده هو الفيروس. ان الفيروس وضعه غريب جدا. الفيروس بيختلف العلماء، وانا اتكلمت اربعه منهم قبل هذه المحاضره واختلفوا في تعريفه اذا كان عايش ولا لا. في ناس تقول ديفينتلي الايف، وفي ناس بتقول لا ما هوش الايف، وفي ناس بتقول ان هو بوردر لاين كيس. يعني اتس ذا باوندري اوف لايف. ليه؟ لان الفيروس ما يقدرش يعيش الا اذا دخل اورجانيزم تاني عايش. انه ممكن يبقى في حاله سسبندد انيميشن كده مده طويله جدا في سبورز معينه لغايه ما يصل الى هوست، وبعدين وقتها ات ريبليكيتس ات سيلف وموفز الى اخره. هو عباره عن بيبقى له هيد كبسول في دي ان ايه والتيل، والتيل ده له فايبرز بتمسك في الخليه بيروح
حاطط فيها الدي ان اي بتاعه وهو اللي بيتحول. فالنهارده يعني العلماء سواء بيشتغلوا بهذا الراي او لا، انما في باوندري كونديشن ما بين الفيروسات والخلايا العاديه، وير وي ريكوجنايز ان دي حاجات حيه وعايشه وفيها الفيتاليتي اوف لايف، وان البيولوجي بتاعتها بتؤدي ان ذا هول از مور ذان ذا سم اوف ذا بارتس. الببليك للاسف مش متابع هذه القضايا بصوره كويسه، والعلماء ار نوت سفيشنتلي انجيجد. وفي البايوتكنولوجي بقى بيطوروا لمده بعيده من الزمن، وده سلايدز كنت بستعملها في التسعينات وبقول ايه مستقبل البايوتكنولوجي، وقلت ان احنا هنكون جينومز نجمعهم بهذه الصوره، وكنا بنتريق بالكرتون هل معناته ان الفلاحين هيعملوا دوره قد كده. ده كرتون، انما ده واقع، ده مش كرتون. اللي قدامكم ده خيارة بحقه حقيقي اتعمل بهذا الحجم. نرجع تاني لهذه القضية. النهاردة سنة 2007، جون 2007، شايفين انتوا العدد بتاع نيوزويك مكتوب عليه playing God how scientists are creating life forms or bio devices، وده كريك بنتر وسجل براءة اختراع على synthetic life form produced entirely in the lab، وده رقم براءة الاختراع اللي اخدها على الحكاية دي. انا بالصدفة الشهر اللي فات كنت مع كريك بنتر وسألته بالظبط ايه اللي عمله في الحكاية دي، انا اعرفه كويس. فدي الدي ان اي طبعا موجودة، الستراند بتاع الدي ان اي موجود جوه النواة بتاعت الخلية، وبيطلع من الخلية ده يعني، وهو كون موليكيول دي ان اي كومبليتلي في المعمل، يعني اخد الاي والسي والجي والتي لوحدهم كده، قال لي اربعه باتس كده اخدناهم وجمعناهم وحطينا الفوسفات لينكس اون ذا اذر اوتسايد عشان يتقفل كدي ان اي هيليكس، واخدنا الموليكيول الجديد ده واخدوا خليه شالوا منها الدي ان اي وحطوا الموليكيول اللي اتعمل في المعمل جوه الخلية وتواجد was inserted in the oocyte. وسام طبعا العملية دي عملت كريتيسيزم ضخم جدا ضده في حتت كتيرة جدا، وفي ناس بتقول ده عالم ولا انتربرنور، وقعدوا يرسموا صور غريبة ومش عارف ايه ويعملوا حاجات، ايه اللي هيحصل نتيجة للتجارب اللي بيعملها دي. ولكن هو بيقولك انا بعمل حاجة مفيدة جدا، ان انا عايز اعمل بكتيريولوجيكال اورجانيزم، الاورجانيزم ده ينفع كفيول، يستعمل كفيول، وبس هنخليه يكبر عن طريق المالتيبليكيشن بتاعت البيولوجي بدل ما يبقى عن اي طريقه ثانيه، وانه هيمنع الجرين هاوس جاسس ويبقى له قيمه معينه. وده مش غريب، النهارده اوريدي الجيتس فاونديشن دفع 42 مليون دولار لمجموعه من الناس عشان بيستعملوا الخميره كمصنع، والمصنع مثلا بيعمل ادويه زي الارتميسينين. ارتميسينين بيتعمل جوه الخميره لانه صعب، فبناخده من النبات وبنحوله الى سينتاتيك موليكيولز من الخميره، ودول عايزين فويت وسمولكي عايزين يعملوا خلايا تخش جوه الجسم وتهاجم الخلايا بتاعت الكانسر. وجورج تشيرش بتاع هارفارد بيقول ان هو هيكمل الخليه، هيبني خليه كومبليتلي في المعمل 2009. انا شفته برضو الشهر اللي فات وقال لي انا هبني هذه الخليه على 2009، نهايه 2009 هكون باني خليه متكامله في المعمل. طبعا على الشمال الخلايا التقليديه او البكتيريا التقليديه زي الشراي كولاي، وده الخليه الناس متخيله هتبقى ايه دي بقى، الله اعلم. دول مجموعة من كبار الشخصيات، ده كريك فينتر وده جورج تشيرش وده فريمان دايسون. ودي برضو زي ما كنا بنتكلم من شوية على بتوع الانجينيرنج والكمبيوتر، دول كبار الشخصيات في العالم. يعني ده جورج تشيرش معايا ومع كافي عنان، لما كافي عنان جاب 10 وشرفت ان اكون واحد منهم عشان يناقشوا البايوتكنولوجي للعالم ومستقبله. فجورج تشيرش كان واحد من العشرة دول مع جروب برونتلاند. فاذا دول ناس ما هماش قد بريفري كده، لا دي ار فيري سنترال فيجر، زي ما كنا بنتكلم في الكمبيوتنج بتوع البيولوجي كذلك نفس الوضع. وكريك بانتر ده اللي هو عمل الهيومن جينوم بالقطاع الخاص وقت ما كان فرانسيس كولينز بيعمل له بيقود العمل بتاع القطاع العام،
وده طلع على الكفر اوف تايم اهو في الحته دي، وانا اعرفه من زمان من وقت ما كان في تايجر. واللي بيشتغل معاه هاملتون سميث. هاملتون سميث واخد نوبل برايز في البيولوجي، وهو اللي بيشتغل معاه على تكوين هذه الخليه. فيعني قصدي اقول ان الكلام ده مش ناس قاعدين كده حشاشين بعيد عن الدنيا وبيتخيلوا حاجات، لا دول الناس في قمة وذروة العلم بتاعهم، بيطبقوا هذا العلم في المعامل وبيطلعوا. ولما بيقول لي جورج انا ببني خلية، يعني ببني خلية وعارف الخلية يعنيتها ايه، وعارف ان هو لما هيقول لزملائه انا بنيت خلية، زملائه هيسألوه. فيعني this is serious science اللي بيتعمل النهاردة، و they are visionaries and doers. في نفس الوقت بقى في reverse engineering بتاع البرين. ايه اللي بيحصل؟ This is a brain not a mind. طبعا واحد مات وفتحنا مخه كده، ده يبقى brain و not a mind. البرين بدأنا نعرف كل المكونات بتاعته، وبنقدر نعرف حتى التفاصيل بتاعت structure بتاعته، بس اكتر من كده بدأنا نعرف الفانكشنز بتاعته. فاذا نظرنا لشكل البرين اللي بره ده هنا هوت، نقدر نقول ان مثلا لو اخدنا شريحة كده هو، هنلاقي ده اللي بيحرك صابع رجلين، وده اللي بيحرك الرجل، وده اللي بيحرك الجسم، وده اللي بيحرك الدراع، وده اللي بيحرك الايد، ودي الصوابع، وده الثمب، وده النك، والبرا، والاي، والفيس، والشفايف، والجو، واللسان، وده في كل فانكشن معروف لها حتة معينة. اذا لسبب من الاسباب حصل خلل في جزء من هذه الاجزاء، بيحصل طبعا خلل في الامكانيات من التمكن من الحكايه دي. وبيصل وصله من العين عن طريق الريتينال نيرفز الى المخ، وفي نفس الوقت من الودان بيوصل كذلك الاوديتري نيرفز بتوصل. التركيبه دي مهمه، لانه وجدنا ايضا ان المخ بيستعمل مالتيبل باثويز. يعني زي ما الواحد بيعمل سويتشنج باثويز في القطارات كده اهوت، فالمخ في التواصلات اللي موجوده بتاعه النيورونز ممكن يغير الباثويز اللي بتوصل في حدود معينه. وفي الناس اللي بتقول ان احنا هنقدر نعمل هذا، بتقول الكوكليير امبلانتس دي موجوده دلوقتي، دي اجهزه موجوده، ده للناس اللي عندهم ديفنس ما بيسمعوش، فبيحطوا لهم الكوكليير امبلانت، ده بيوصل على طول على النيرف، على عكس الهيرنج ايد اللي هو بيكبر زي امبليفاير بيزود الصوت على طبلة الودن اللي تعبانه شويه، ده بيروح بيفوت ورا طبلة الودن ويوصل على طول للنيرف. وبعدين تذكروا قضيه الترمينيتر اللي احنا اتكلمنا عنه. هل الترمينيتر فعلا ممكن يبقى فيه سايبورج؟ هل السايبورج ده ممكن ان هو يقوم كانسان ولا ما ينفعش؟ فاحنا عندنا الحقيقة هذا السؤال بدأ انه يتحول الى واقع قدامنا بحاجة معينة. في بايو ترانزيستر اتعمل من روبينسكي وهوان في بيركلي سنة 2000، ربطوا ما بين ليفينج سيلز والكترودز، وبعدين عملوا الشيبس، حطوا كمبيوتر شيبس، حطوها بدأوا انهم حطوها في مخ قرد، واتغيرت في النيورولوجيكال لابس في ديوك يونيفرسيتي. الحقيقة ميجيل نيكوليليس is a very very brilliant scientist، بيشتغل على البرين ماشين انترفيس، وهو من اصل برازيلي وبيدي دفعه كبيره للبحث العلمي البرازيلي في البرازيل كمان. هو بيشتغل في ديوك يونيفرسيتي في امريكا، وبرضه كنت معاه الشهر اللي فات في يناير، واتكلمت معاه على اخر تجربه، واللي هوريه لكم دلوقتي اخر تجربه تمت في الشهر يناير 2008. This is the latest of the latest. نبتدي الاول نرجع لورا. نيكوليليس اشتهر من حوالي 7-8 سنين انه جاب ريزس مانكي كان اسمها بيل اهي، وعنده دراع روبوتيك ارم، واخد بيل دي وركب في مخها مايكرو بروسيسور، شيب صغير. الشيب ده كان بيقرا الكهرباء اللي طالعه من نيورون لنيورون، وبيترجم هذه العمليه بحيث لو القرد حب مد ايده يبقى بالوايرلس انترنت بيروح لغايه ام اي تي في بوسطن، هو في ديوك في نورث كارولينا، على بعد 1000 كيلو، والدراع الروبوتيك ارم ده يتحرك زي ما القرد بيحرك نفسه. ده اللي كان موجود، وادي القرد بالروبوتيك ارم اللي اشتهر بيه نيكوليليس. انا فاكر وقتها قلت له طب مين المستفيد من هذا؟
قال لي ايه؟ التروما فيكتيمز. التروما فيكتيم اي واحد حصل له حادثه او كارثه ممكن جدا انه يبقى مشلول، مش قادر يتكلم ومش قادر يتحرك ولكن مخه شغال. فلو احنا قدرنا نلبسه زي طاسه كده ويبقى يحرك روبوتيك ارمز، عايز يشرب، عايز يمشي، عايز يحرك الكرسي بتاعه، يقدر يحركه بافكاره، طبعا ده هيبقى مكسب كبير جدا. انا وقتها قلت له انا متخوف والله ان اللي هيستفيدوا من الحكايه دي هم العسكريين، وان اول حاجه هيعملوها هياخدوا للطيارات النفاثه بتاعتهم الخوذه بتاعت البايلوت بحيث انه يقدر يضرب بسرعه الفكر بدل ما يضرب كما هو. نيكوليس اشتغل على ده الاولد روبوتيك ارم وده نيو تايبس اوف بروستاتيك ديفايسز، وان الروبوتس ده دلوقتي بدات انها تتطور بصوره واضحه جدا لدرجه ان ممكن نبني ايد قويه جدا ولكن في نفس الوقت تبقى فيري جنتل وفيها طبعا الكنترولز دي كلها. وزي ما قلنا على حكايه الوصله ما بين الليفنج سيلز والالكترودز فهي ممكن تتطبق بالنسبه للحكايه دي. فواحد ايده امبيوتيتد ممكن انه يحطوا وايرز على نهايه النيرفز بتاعته والبروستاتيك ارم يبقى فيها كونكشن وايرلس مع الوايرز الموجوده دي. والسايبر هاند دي فعلا موجوده وبتشتغل. فنيكوليس هاويفر بقى في الشهر اللي فات عمل حاجه تفوق بكثير جدا حكايه الروبوتيك ارم دي. قال لك القرد قادر انه يقف على رجليه ويمشي بالصوره اللي انتم شايفينها دي قدامكم. فعملوا التجربه literally halfway around the world. القرد في امريكا والروبوت في اليابان. وبعدين وقفوا القرد على تريدميل على بساط متحرك، وطبعا عملوا له الامبلانت او لبسوه خوذه، وبعدين الامبلانت ده بيطلع منه وهو بيتحرك كده، اللي في مخه بيحرك رجلين الروبوت ويمشي الروبوت في اليابان. وبعدين زودوا بقى لغايه هنا التجربه يعني مبهره، بس لا زودوا خطوه كمان. راحوا حاطين كاميرات في عينين الروبوت وحطوا خوذه قدام القرد، وبعدين وقفوا السجاده اللي هو ماشي عليها. دلوقتي القرد بقى يشوف اللي شايفه الروبوت في اليابان، فاذا به بيتحرك طبقا للحاجات والحواجز اللي موجوده في اليابان، وبالتالي بيحرك الروبوت في وسط هذه الحواجز. ادي ميجيل في ديوك، وده دكتور جوردن شانج في اليابان، وادي الروبوت اللي موجود في اليابان. ده جانيوري 2008، يعني دي اجد حاجه حصلت. فالبايو فيدباك بيرجع من الروبوت للقرد ومن القرد للروبوت، فبيوصلهم وصله ما كانتش موجوده. الاولانيه بتاعت تحريك الدراع دي كانت حركه بسيطه وحركه مرتبطه بوان واي كوميونيكيشن، اصبحت تو واي كوميونيكيشن، ان مش بس في سيجنال بروسيسنج وبيوصل، انما في تاكتايل اند فيدباك. وادي الروبوت بيمشي في اليابان. الحقيقه بقى ريل تايم دايركت انترفيسز بتوين ذا برين والكترونيك وماجنتيك ميكانيكال ديفايسز. ادينا شفنا الكوكلير امبلانت بالنسبه للسمع، في دلوقتي ناس بتشتغل على حاجات بالنسبه للنظر. انما بصوره عامه هل ممكن واحد يربط بايوميماتيك مودلز جوه البرين مع النيورونز اوف ذا برين؟ واذا عملنا كده وربطناها مع الهيبوكامبس بتاع البرين بنغير خالص التصور ان الحياه البيولوجيه من ناحيه حاجه مختلفه خالص، والسينتاتيك انتليجنس او روبوتكس ار فيري ديفرنت. احنا ممكن وقتها نشوف ميرجر ممكن يحصل ما بينهم بهذه التكنولوجيا الجديده اللي ناس زي ميجيل نيكوليس بيعملوها. للاسف بقى في نفس الوقت العسكريين بيمولوا حاجات تانية في الستيت يونيفرستي اوف نيويورك اللي هي الفار الروبورات. ده بقى بيلبسوا الفار الطاسه اللي انتم شايفينها دي، واساسا وجدوا ان الفار اذا جاله اشعار كهربي على الشوارب بتاعته بيلف شمال او يلف يمين على حسب الناحيه، وبعدين بيبعتوا له من الخوذه ده هي بليجر سيجنال للمخ، فيحركوه يمين وبعدين يبعتوا له بليجر سيجنال يقوم ينبسط يتهيأ ان هو بياخد قرار انه يخش يمين، وبعدين يمشي شويه قدام يبعتوا له بليجر سيجنال، لو وقف يبطلوا البليجر سيجنال فيبعتوا له بليجر يتحرك تاني.
يحركوه شمال يحركوه يمين، وطول الوقت الفار فاهم ان هو بيعمل بمزاجه. وادي التجربه وحاطين فيديو كاميرز وبتتابعوا الالكترودز، بتتابع اللي هي تريجر رياكشنز اللي موجوده في الهارنس وفي البرين. والتجارب دي على فكره يعني هاز بين دان من نيتشر، ما دي منشور في نيتشر، دي مش حاجات بسيطه. واللي عايز واللي عمله واحد اسمه سانجيف تلوار، هو بيقول ان احنا يعني كل اللي عملناه ما هو تدريب الكلاب وتدريب القطط وبتاع، بس احنا خدناها نقله زياده عن اللي كان بيحصل قبل كده. انما مثلا كان بيعملوا بيخلوا الفار يمشي المشيه دي وينزل ويلف كده ويخش من البوابه الصغيره ويطلع تاني وينزل لغايه الفينش لاين كده، كل ده بيحركوه هم زي ما هم عايزين. وانه يقول لك ده ممكن ينفع في سيرش اند ريسكيو او يعمل حاجات الناس ما تقدرش تعملها ويروح اماكن الانسان ما يقدرش يخش فيها. طبعا بعضنا بقى يبتدي يخاف النهارده لما يكون الفارم فاهم ان هو بيعمل قرارات بمزاجه وده مجرد حاجات مبعوته له من برين ويفز. وادينا شفنا ان البرين ويفز ممكن القرد والروبوت يتبادلوا برين ويفز على ناحيه ثانيه من الكره الارضيه. برضه الواحد يقول لك طب بس ايه الضوابط لحاجه زي كده؟ يعني deployment of new technologies بيثير ethical questions والبايو ethics. ونرجع تاني للاسئله بتاعت وايزنباوم بيل جوي وغيره. فاذا ده الارتفيشال انجينيرنج النهارده. انا في رايي ان يعني في حاجه كانت ماشيه غلط الى الان في الكومباس دايركشن اللي احنا واخدينها في السيرش فور انتليجنت ماشينز. وهاخد بارلل ليها من فكره الطيران. طبعا الانسان من اقدم العصور بيبص على الطيور ونفسه ان يقدر يطير زي الطيور في السماء. وفعلا في قصه ايكاروس ودايدلس الاسطوره الكبيره، ان ايكاروس واخوه دايدلس عملوا اجنحه ولزقوها بالشمع وحطوها على نفسهم وطلعوا، ولكن دايدلس كان حريص ما راحش عالي، وايكاروس كان عنده عنجهيه وقرب من الشمس فالشمس سيحت الاجنحه فوقعت منه الاجنحه فوقع ومات. دي الأسطورة المشهورة بتاعت إيكاروس ودايدلس. والقصص دي طبعا اترسمت كتير جدا من أيام ما قبل الميلاد، يعني نتكلم في 500 قبل الميلاد 600 قبل الميلاد موجودة. واسم إيكاروس أصبح دلوقتي مرتبط بالطيران ومرتبط بالطموح يعني. وحتى دي مشروعات إيكاروس اللي عملها ناسا مسميها إيكاروس كذلك. نقرب شوية من إيكاروس هنلاقي ليوناردو دافنشي بيعمل تصورات للطيران. كل الموديل اللي موجود هو ان انا بعمل زي العصفوره وبستعمل اجنحه في الطيران. وده جول فيرن فلاينج ماشين بتاعته، ودي فلاينج ماشينز ثانيه كلها بتحاول تحاكي العصفوره. وحتى لما نقلت مثلا في بعض الافلام الدواقع على فكره اللي هو الجهاز بتاع اللي استعمله جيمس بوند في فيلم بتاع ساندر بول، جهاز جيت هذا الجهاز موجود فعلا، ولكن ما اخدش وما انتشرش لانه في مشاكل كثيره جدا في التعامل معه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكي شيفت النقله الاساسيه اللي ادت فعلا للطيران هو الابتعاد عن فكرة الموديل بتاع العصفورة اللي بتحرك جناحاتها إلى فكرة الفيكست وينج ايركرافت. وفعلا رايت برادرز في سنة 1903 أول طيارة عملوها ما كانتش بتحرك أجنحتها، كانت طيارة ذات جناح ثابت وفيها فكرة الموتور والجناح الثابت وحجم الجناح اللي يشيل العملية. فالابتعاد عن المحاكاة الابسوليوت بتاعة العصفورة في الفلاينج الى ان احنا نفكر ان احنا لا هنعمل جهاز بيقدر يقوم بالفانكشناليتي محددة بتاعة انه ينقل وزن معين الى الطير وينزله تاني، ده اللي كان سر النجاح التجربة بتاعت رايت برادرز، واللي بعد كده طبعا حصل فيها حاجات كتيره وتجارب كتيره. انما اساسا كلها فيكست وينج ايركرافت، كلها الفيكست وينج ايركرافت اللي جت بعد كده لغايه النهارده فيكست وينج ايركرافت هي الاساس سواء في العسكري او في التاني، باستثناء بعض سبيشال بيربس ايركرافت زي الهليكوبترز. نرجع الى الروبوتس. اذا
نرى ان القضية الرغبة في ان الواحد يفكر في انسان آلي مشابه للانسان عاملة زي ان الواحد يفكر في الطيارة مشابهة للعصفورة، وان احنا تقدمنا تقدم كبير جدا لما بعدنا عن فكرة ان الطيارة لازم تشابه العصفورة وبالتالي الانسان يحط نفسه فيها ويحرك جناحات. لما بعدنا عن الفكرة دي وصلنا للنتائج اللي احنا شايفينها النهاردة. ففكرة بيجماليون وجالاتيا واللي اتعملت دي كلها ان واحد عايز يبني حاجة مشابهة للانسان سواء فيرتشوال رياليتي او لا، ان الروبوتس ده هي السنتينت روبوتس دي ما هياش ده الاساس. الاهم من هذا كثير جدا ان هيحصل كومبلمنتس لينا، ان مع الاله بنقدر نوسع افاقنا بصوره كبيره جدا، ويبقى في كومبلمنتاريتي مش مكنه واحده انما ماشينز كثيره جدا. وليه احاول ان انا اربط ما بين ماشين واحده وعايز اديها نفس الذكاء بتاع الانسان بنفس الشكل بتاع ذكاء الانسان بكله؟ اوريدي الماشينز عندها ميموري اكتر من هنا كتير وبنعتمد عليها في الميموري. اوريدي الماشينز بتسمح لنا ان احنا نتصل ببعض عبر الكره الارضيه، ان احنا نشوف حاجات ما كناش بنشوفها، يعني مثلا بالاكس ريز والام ار اي والان ام ار اي والبات سكانز بشوف حاجات ما كانش ممكن اشوفها بالعين المجرده مهما عملت، حتى لو فتحت مخ الناس بصيت عليها مش هقدر اعرفها. ادي دامجد برين قدامكم، شايفين الدامج برين ده بيبان بالسكانز. الماشينز بتعمل سكانز وده مكمل لامكانياتنا. البرين فانكشنز ان ريل تايم، القدره ان واحد يشوف الواتشنج ايمجز وليسننج تو ميوزك، التراكنج بتاع الدراج ابيوز بيحصل فيه ايه، كل ده بيبين ان ممكن التفاعل والكومبلمنتاريتي ما بين الانسان والاله. فالاكسبوننشال جروث ده هيستمر، انما الواحد ما يخافش منه. اما عن الكوانتم كمبيوتر فده صحيح الجهاز بتاع الكوانتم كمبيوتر النهارده ما شكلوش فيري امبرسيف، بات ريمبر افتكروا النبي ادي اول كمبيوتر الكولوسس بتاع 44 كان شكله برضه فيري كلانكي زي ده، وشوفوا انتهى الى ايه. فاذا الواحد منتهي الكمبيوتر بهذه السرعه واللابتوبس والحاجات دي، ممكن نتخيل ان فعلا التكنولوجي هتزيد. ولكن ان انا عايز اقف عند الميرجر اوف تكنولوجي اند هيومن انتليجنس، ان هو بيوصل الهيومن انتليجنس بالتكنولوجي انها تعمل حاجات ما كانش ممكن تعملها قبل كده. اما ان اخلق بني ادم الي يحاكي الانسان في كل مقوماته، انا في رايي ان ده مش بس مش هيحصل ايميديتلي، انما بيودينا في اتجاه زي محاولة محاكاة الطير في الطيران، بينما لو اتجهنا الى specialization هيحصل اكتر قوي. فوات كايند اوف روبوتس، انا متخيل هيحصل كولابوريشن مثلا عندي ماسيف داتا انا بحللها، ممكن ان الكمبيوتر يتفاعل معايا، عارف طريقه تفكيري، بيسال اسئله اساله معينه يزود عليها ويبحث لي عن الاجابات ويجيبها لي. وان الكرياتيفيتي هتزيد جدا عند الانسانيه نفسها مش عن طريق الكمبيوترز، انما عن طريق ان كل الماده هتبقى مطروحه في كم كبير جدا من المعلومات، وان ده كم كبير دلوقتي اوريدي وصل الينا عن طريق المكتبات الرقميه في العالم كله. فالمستقبل طبعا ما حدش يقدر يتنبأ بيه كومبليتلي، ولكن النانو تكنولوجي هتلعب دور مهم فيه. اللي بيحصل في النانو تكنولوجي هو ميرجر ما بين البايو والانفو والنانو تكنولوجي اللي انا بسميه بنت، كونفرجنج الساينسز دي كلها في دور جديد جدا. ترانزستورز النهارده زي ما قلنا لكم في فلكسبل اورجانيك ترانزستورز اتعملت. البايو كومبيوتنج في استعمال للدي ان ايه في الكمبيوترز. النانو تكنولوجي في شغل بيتعمل at the molecular scale. في اندستري بحالها بتتبني حول النانو تكنولوجي including الكربون فايبرز واللوكينج انتو ريسبتورز اون ذا سيل. الدي ان اي والتحرير بتاع الدي ان اي لسه احنا في بدايه المشوار. البيجنينج اوف ذا كمبيوتر بتاع الكوانتم لسه في بدايه المشوار. في اوريدي النانو تكنولوجي بدات تخش في صناعات كثيره جدا، انما هتدينا اي نيو كمبيوتر اركيتكتشر، نيو باثويز، هتدينا مفهوم كلاسترز، نتورك كنترولز جديده، النيورال نتس هتتبني، ومالتي دايمنشنال مانيفولدز اللي بنتكلم عنها بالنسبه للماتماتكس هتتوجد، والفيرتشوال كوميونيتيز هتتوجد زي ما اوريدي بدات الناس تتصل ببعضها في كل حته من العالم. الكلام ده هيودينا فين؟ طبعا ما حدش يقدر يعرف، بس انا بقول ان المستقبل الرقمي وصل، وانه expanding الريتش بتاع مخنا beyond anything we could imagine،
وبالسرعة بتزيد بشكل كبير جدا، وان ده فجر عصر جديد، وان احنا ممكن احنا نخش فيه بدون تخوف، لان في النهاية مؤسسة زينا هنا مسؤولين ان احنا نسهم في هذه الثورة وفي صناعة المستقبل بالعمل مع الآخرين من أجل الشباب ومن أجل الإنسانية. وشكرا لكم. الدكتور مجدي والدكتور نهى عملتوا كليرنس لبعض الأسئلة. طبعا مشوار خدناه النهارده كان مشوار طويل، انما في نفس الوقت الحقيقة ما كنتش قادر ان نضغطه اكتر من كده، لانه موضوع حي جدا وفي مادة كتيرة جدا، يعني شوف الواحد ايه اللي بيحصل وكل التيارات المختلفة اللي بتصب في هذه الصراعات الفكرية بيتهيألي لها اهمية كبيرة جدا. في هنا سؤال من محمد احمد حسام الدين، عندما نتكلم عن الابداع والابتكار لا استطيع تخيل قدرة آلة على فعل ذلك، ابداع الانسان جزء من روحه ونفسه، والآلة لا تملك روحا، هذه النقطة غير واضحة على الاطلاق، هل توجد آلات قادرة على الابداع والابتكار؟ هذا هو السؤال، وان لم توجد هل تؤمن بقدرتنا على ابتكارها؟ في آلات، يعني اصل مفهوم الابتكار والابداع غير محدد، يعني الصورة اللي وريتها لكم بتاع كورتسفايل مع كوين واللوحة المرسومة قدامك رسمها كمبيوتر، الكمبيوتر رسمها لوحده، هل ده يمثل إبداع؟ معرفش. إنما هل إحنا قادرين إن إحنا نعمل شعور بالذات consciousness في الآلة؟ دي نقطة خلافية كبيرة جدا، أنا متخيل إنها نقطة مش مهم الواحد يرد عليها، لان في النهاية اللي هيحصل ما هوش ان الالة هيبقى عندها شعور، انما التصور ان احنا بنبني الة مشابهة لينا بيودينا في اتجاه ما هوش اتجاه مثمر زي استعمال الالة لهدف معين. يعني شفنا الروبوت اللي بعتناه لغاية المريخ للقيام بعمل محدد وعمل هام وعمله، انما الروبوت ده ولا شكله زي الانسان ولا يشبه الانسان ولا نوعية قدراته تشبه قدرات الانسان، وبالتالي ان احنا ممكن نبقى متخيلين ان هيبقى في تنوعات كبيرة جدا في هذه القضايا. I would appreciate if you would emphasize to the audience the following points. Simulation is not imitation of the brain. Gödel's result is about a formal axiomatic system. However, human has the ability to follow different various methods of proof. Having a supercomputer is not equal to having a super intelligence. Who will program it? Where are the algorithms? دكتور أمين شكري. طبعا الرد على هذا ان الناس بتقول لك ده ما هو ده جزء من التصور. الناس اللي بتدافع عن الـ strong artificial intelligence approach ما بيقولوش ان احنا هنعمل الـ conventional programming بتاع الـ perfect axiomatic approaches. وانصافا لكورتسفايل بيقول لك لا، ان احنا هنعمل بوث انالوج وديجيتال كومبيوتنج، وانه هيبقى الفوكس بتاعه باترن ريكوجنيشن ما هوش سيمبل مانيبيوليشن، وبالتالي مفهوم البرامج نفسها هيتغير كومبليتلي، وان البرامج اللي احنا بنعملها النهارده مبنيه على صوره كلاسيكيه، انما البرامج اللي هنعملها مستقبلا مختلفه. ولذلك في تنبؤاته بيقول لك ان الهاردوير هيوصل الى هذه القوه سنة 20، ولكن السوفت وير اللي هو البرمجة هتاخد 15 سنة إضافية on average، ما بين 10 و 20 سنة إضافية بعد ما الهاردوير يوصل عشان نقدر نعمل برامج وسوفت وير تتمشى مع هذه القدرات. إنما هل هذا هيؤدي إلى sentient being؟ يعني دي ما أظنش، يعني أنا في تصوري زي ما قلت لكم إن في فارق كبير في ان الواحد يمشي وراء هذا الاتجاه. وبعدين في النهاية انا كنت في حوار طريف مع واحد من الناس دول في مجموعة، كنا ثلاثة اربعة قاعدين مع بعض بنتكلم في الحكاية، طبعا عايز اعرف حاجة، يعني مدام انا عندي مقدرة ان اعمل كمبيوترات وعندها ذكاءات محددة جدا قوية جدا
وان احنا اعترفنا ان ذكاء الانسان مكون بذكاءات مختلفه اللي هو الفريمز اوف مايند والفرايتيز اوف مايند، وانها ما هواش سنجل نمبر. ليه عايز ابني انسان عادي؟ ما ابني مجموعه من الذكاءات المكمله للانسان. يعني عندي سرعه الحساب دي حاجه، باترن ريكوجنيشن دي حاجه ثانيه، الفيجواليزيشن حاجه ثالثه، الميموري، الفيربال لانجويجز، كل الحاجات دي اقدر ابني لها برامج متخصصه. ايه اهميه ان انا احاول اعمل انسان عادي عنده قدرات عاديه بس اعمله مصنع من اله؟ ولذلك انا شخصيا مش شايف الفايده الكبيره في حاجه زي ازيمو بتاع اليابان ده. انا شايف المارس اكسبلورر وشايف البرامج الضخمه جدا بتاعه السيرشز، الشغل بتاع جوجل اللي بيسمح ان تعمل اندكسنج لمليارات الصفحات وتبحث فيها بسرعه البرق في ثواني. كل دي اضافات حقيقيه، وهي عبارة اذا انا الانسان موجود في وسط كل هذا، وبستعمل كل هذه الالات زي ما انا بستعمل الساعة عشان اقيس الوقت، وزي ما بستعمل الموبايل عشان اكلم واحد تاني بعيد، وزي ما بستعمل دلوقتي الميكروفون عشان اوصل صوتي، وزي ما بستعمل الكاميرا عشان تصورني وتبقى الريكورد بتاع المحاضرة دي موجودة وما يضيعش. كل هذه الاجهزة كل واحدة بتعمل حاجة محددة، وما فيش داعي ان احاول ابني an average person. يعني احنا عندنا هيبقى عندنا 6.5 مليار النهارده، هنوصل 9 مليار بني ادم اون افريج. لو زودتهم 10 بني ادمين افريج بس معمولين من اله، طب صوت يعني. بينما الامكانيات الثانيه دي هي اللي بتدي الملتيبلاير افكت للابداع الانساني. اعمل لكم تنبؤ، الانسان في الجيل اللي بيتكلم عليه كورتسفايل هيشيل عن عاتقه كل الريبيتيتيف تاسكس. الانسان بيزهق، الانسان بيزهق، ما يحبش يعمل نفس الحاجه على طول على طول 8 ساعات في اليوم. فكل الحاجات دي هتروح للروبوتس. الانسان يحب يتناقش، يحب يتفاعل مع بني ادمين تانيين، يحب يفكر معاهم، يحب يخترع حاجات، يسال حاجات، يحاور، فهيزيد الوقت لهذا. اذا رجعنا لبداية القرن العشرين ونشوف العمال كانوا بيشتغلوا كام ساعة في الاسبوع، كان متوسط الاسبوع لا يقل عن 70 ساعة، وكان الاطفال بيشتغلوا كان ممنوعين من اي حقوق. بالمناسبة اول تشريع لحماية الاطفال جاء من جمعية الرفق بالحيوان، وقالوا من الغريب ان يكون في انجلترا في جمعيه بتحمي الحيوان ومفوتين قوانين قبل ما نحمي الاطفال. الاطفال كانوا بيستعملوهم في المصانع وبيعملوهم معامله قاسيه جدا جدا جدا. الصوره دي كلها طبعا اتغيرت. النهارده بنتكلم عن العمال وبنتكلم على الاجازات والحمايه الصحيه والمرضي والبتاع الى اخره. هذا هيستمر، انا متخيل انه هيبقى حاجه كويسه قوي. اما عن النانو تكنولوجي، ما هي تطبيقات النانو تكنولوجي في الحياه؟ طبعا في احنا لسه في بدايه المشوار بالنسبه للنانو تكنولوجي، وفي حاجات كتيره بدات تتعمل في النيو ماتيريالز اللي تتبني على اساس النانو تكنولوجي، في التصورات بتاعه ان الواحد بيعمل زي ما قلت لكم جوينت من الانفورماتكس وحاجات تانية. انا وريتكم صوره البودره، الشيبس البودره اللي كان شايلها في الانبوبه كده، وانه يقول لك هيحطوها في العمله وهيحطوها في حاجات تانية وهيحطوها في الهدوم بحيث انك تعرف اي حاجه عن اي سلعه في اي لحظه. كل ده اكستنشنز بتاعت الحاجات دي. في فرق ما بين المايكرو سيستمز اللي هو بنصغر نصغر نصغر من ناحيه، والنانو تكنولوجيا احنا نبني من الذرات مع بعضها. احنا لسه الوصله دي الحته اللي بنشتغل فيها النهارده. فالمستقبل الحقيقه مفتوح وفي امكانيات كثيره جدا وكبيره جدا. انا اظن ان احنا ناخد سؤال واحد كمان او سؤالين، وبعد كده انا عارف ان في بعض الزملاء عايزين يرجعوا الى القاهره، فهنشكر الجميع. في الدكتور نور اديني بقى اخر سؤالين. في اسئله كثيره جدا فهنحاول نرد على بعضها بسرعه قوي.
هل اوبتيكال كمبيوترز اقرب تنفيذ من الدي ان اي والكوانتم، وهل اعتماد على البروسيسرز على اوبتيكال ميررز والديفايسز والاسلاك عباره عن اوبتيكال فايبرز، ما هو مستقبل اوبتيكال كمبيوترز؟ هي انا متخيل ان المستقبل في النهايه هيبقى ما بين الدي ان اي وما بين الكوانتم كمبيوتنج، لانه بيدوا امكانيات كبيره جدا، ويمكن الاثنين يتواجدوا لان لهم ادفانتجز معينه بالنسبه لبعض الكلاسز اوف ذا بروبلمز. يعني في كلاسز اوف بروبلمز الكوانتم هيحلها كويس جدا، في كلاسز اوف بروبلمز الدي ان اي كمبيوتنج يقدر يعملها. I've read that human being only uses 10% من البرين باور. How do this fact affect the revolution of artificial intelligence؟ المخ ما بيستعملش في نفس اللحظه كل الامكانيات بتاعته، واللي بيحصل لما واحد بيجي له مثلا epileptic seizure بيحصل له ان المخ فايرز في اتجاهات كتيره جدا بسرعه جدا، والسيزرز دي طبعا بتؤدي الى convulsions وبتعمل overrides، فبيبقى في خطوره. بالتالي انت عايز دايما جزء من المخ بيعمل على التنفس وعلى التمكن العضلي وعلى حاجات كتيره جدا. انما ايضا بنعرف ان لو زاد يعني الفايرنج بتاع البرين بيعمل مشاكل اخرى، زي ان احنا عندنا ظاهره هامه جدا للانسان، يعني وهي قدرة الإنسان إنه يسجل حاجات كتيرة ويحطها كده من بعيد من ورا من غير ما يركز عليها ويركز على حاجة تانية، لأنه بيقدر ينتقي إيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم. طبعا دي مهمة، لو أنا لقيت أسد داخل هنا لازم مخي يقولي حاسب ده حاجة ممكن تاكلك اجري، أو إن أنا جاي أعدي الشارع حاسب في عربية جاية بسرعة لازم أشوفها. انها ممكن جدا وانا بتكلم في وسط مئات الناس مخي بيسجل كل الاصوات، يعني وانا بقدر المخي بيشيل ده وبيركز على الشخص اللي بكلمه اللي جنبي وبيركز عليه، فهو المعلومات التانية دي كلها جاية بس المخ بيقدر انه يعملها فلتريشن. هذه المقدرة على الفلتريشن اساسية بحيث ان الانسان يقدر يركز على الاولويات في اي حاجة بيعملها. لما في بعض الامراض بتؤدي الى ان الناس مخها بيشوف مره واحده كل حاجه فيري امبورتنت، فما عندهاش قدره، تفقد قدره الفلتريشن دي، وقتها بقى بيحصل لها ديس اورينتيشن وقدرتها على التفاعل مع البيئه اللي حواليها بتتغير تماما. فاذا كنا احنا بنستعمل جزء بس مش جزء تاني، ده له فوائد معينه يمكن يوم هنقدر نستغنى عنها، بس انا لسه مش شايف ان احنا نقدر نستغنى عنها. It is said that in 2020 or 2030, software of computers will exceed the intelligence of men. How can this happen? Man has designed the software. How can a man design something in hardware that is more intelligent than him? How can he test this? مصطفى محمود. شوف اللي بنقول ان في حاجات كتيره جدا عملتها بتفوقني. يعني انا صممت مكن اقوى مني واسرع مني وبيشيلني وبيشيل احمالي، وصممت اوناش وطيارات ونفاثات وصواريخ وقنابل ذريه، كل الانسان عمل كل الحاجات دي، وكل واحده من دول في الميدان بتاعها بتفوقه في حاجات كثيره جدا. اوريدي ذاكره الكمبيوتر استفقنا، قدره استرجاع المعلومه، فلما تشوف السرعه اللي الكشاف بتاع جوجل بيجيب بيها معلومه من وسط مليارات الصفحات، ما فيش انسان يقدر يعمل حاجه زي كده مهما عمل يعني. فكون واحد يقدر بذكائه وبقدراته اللي ربنا اداها له يقدر يعمل حاجات اقوى منه، ده شيء مثبوت وما فيهوش خلاف. القضيه هي قضيه ما معنى الذكاء، وهل الذكاء مرتبط بالكونشسنس او الشعور بالذات والشعور بالاخر، وهل المكن يقدر يوصل لهذا ولا لا؟ وقلت لكم، انا نقلت لكم الصوره، انا عايز كل واحد يفكر لنفسه، انا مش هقول كل واحد له راي، انا قلت لكم حتى رايي انا الشخصي، انما في النهايه كل واحد يفكر لنفسه. شخصيات الناس اللي كلمتكم عنهم النهارده كلهم عمالقه في الفيلز المختلفه، بتوع الفلسفه وبتوع الانجينيرنج وبتوع الكمبيوترز وبتوع البيولوجي، كل الناس دي ار جاينتس ان ذير فيلدز توداي، واختلفوا مختلفين مع بعض والله اعلم. انما المهم ان احنا يعني النهارده في هذه الرحله اللي عملناها النهارده نقلنا مع بعض
صورة من اللي بيحصل في العالم. احنا بنعيش في فترة حية جدا، هذه الفترة حية جدا، فيها حوارات قوية جدا، واكتشولي في اكتشافات كل يوم بتحصل ضخمة جدا. فانا احب طبعا ان الفت نظركم لهذه الاكتشافات، وادعوكم ان زي تدوروا فيها وتشوفوا، كل واحد يشوف ايه اللي يقدر يستنبطه من هذه التجربة. طب في حجم ضخم جدا من الاسئله مش هنقدر نرد عليهم كلهم. في سؤال دكتور مجدي دكتور نوع حطه لي على وجه الاسئله الاخرى طالبين مني ان ارد عليه. وفي هنا استاذ عزيز السيد بعد السؤال عن دراسات المقارنه على الذاكره لدى الانسان في حاله الاصابه في العمر المتقدم والذاكره في الحاسب الالي اثبتت ان الفرق جوهري تماما. حاله اصابه ذاكره الانسان لا تعطل الذاكره كلها وتتعطل كلها، بينما اصابه الذاكره في اي حاسب الي تؤدي الى تدمير النظم وضروره اعادتها كلها. هل يمكن مذاكره؟ ده اتس بوسيبل. طبعا التوصيف اللي انت قلناه عن الحاسب الالي ما هوش دقيق، وفي جزء كبير جدا الريكونستراكشن بتاعته ممكنه، وان الانسان لما بيتدرب تضرر الذاكره في حالات بيحصل فيها توتال امنيزيا بس هي قليله، واللي بيظهر ان الجزء من المخ المجاور للحته المصابه بيتاثر بالاشارات اللي كانت جايه للحته المصابه. واحدى الظواهر المشهوره لهذا اللي بنسميها الفانتوم ليم سيندروم. فانتوم ليم سيندروم يعني واحد قطع دراعه يقول لك انا حاسس بدراعي وحاسس بوجع فيه. حاسس بوجع فيه ازاي؟ دراعه ده مش موجود، ازاي حاسس بوجع فيه؟ لان الحته المجاوره في المخ بتتاثر وبتقرا من اللي جنبها وبتبعت لمخه كان دراعه موجوده. فانتوم ليم سيندروم ده موجود، طبعا له قياسات معينه وله طريقه لعلاجه. انما كذلك الكمبيوترز لما تشوفوا المشوار اللي عملته في الفتره الاخيره في ال 20 30 سنه الاخيره، لازم الواحد يشوف انها فعلا تتطور بسرعه كبيره جدا، وبالتالي انه ما يقدرش يحكم عليها من الماضي. اخر سؤال بقى انه بعض الشباب من الجامعه بيسالوا بما تنصحنا نحن طلبه كليه الهندسه في هذه المرحله العمريه التي لا تعوض. انا بنصحكم بحاجه اساسيه، هي اولا تعلم التعلم. بمعنى اخر القضيه مش قضيه ان الواحد ياخد معلومه معينه، انا بقول لك من دلوقتي المعلومه اللي هتاخدها النهارده بعد 10 15 سنه مش هيبقى لها قيمه. انما اتعلم كيف تتعلم، وازاي تعلم نفسك، لان بعد ما هتخلص الكليه مش هيبقى معاك حد يساعدك، فلازم انت تستعمل مخك على طول وتتفاعل مع الماده وتسال اسئله كثيره جدا. اسال اسئله كثيره جدا. تاني حاجه انصحكم بيها، لا تقبلوا راي اي حد. مش راي انا ولا راي غيري، كل واحد منكم يصل الى الراي الذاتي بتاعه بناء على تطبيق العقلانيه والبحث العلمي، وان يتعرف على المعلومات الاول قبل ما يفتي في قضيه او اخرى. وبهذا نشكركم جميعا، ونعد الزملاء الاخرين هنرد عليهم فيما بعد. شكرا لكم.